اللجان ابتدت تبقى معدل الاستقبال في الرش والتعقيم مستمر وهيستمر قبل وبعد. دورات المياه اترفعت كفاءتها، الطلبة تم تهيئة أماكن مناسبة ومتباعدة بحيث إن اللجنة لا تستوعب أكثر من 14 على مستوى المحافظة كلها. اللجان في إشراف، في تواجد، في أماكن إقامة للمشرفين، أدوات الاحتياجات الشخصي للحماية موجودة سواء قفازات أو كمامات، وسائل المياه برضو عشان لو في احتياج للشرب، أماكن ما قبل الامتحان لأن هيتسمح بالدخول من 8 ل 10، هيبقى فيه غير مسموح إطلاقا التجمعات، يعني طالب قاعد بيراجع دروسه أو حاجة عشان يتسمع يبقى معروف إن مفيش تجمعات محظورة تماما ما قبل الامتحانات سواء خارج